Okay, I will make اللي هو اوكي واضحة الشاشة للجميع اللي هو الاي ار ديجرام. نعم نعم I'm sharing with you my screen، يعني مش ال PDF السكرين. We are working on this ER diagram. هذا بنسميه ال ER diagram for اللي هو company, for a company. Okay. So في things we took and في some other things we didn't take yet. Okay. For example, مين بيحكي لي ايش ال employee؟ What we can ايش هو ال terminology بنستخدمها لل employee؟ انتيتي relationship، شو رايكم؟ relationship ولا attribute ولا entity type؟ المفروض انه في امتحان، المفروض انكم انتيتي تايب، entity type descripted by مجموعه من الاتريبيوتس. طلع كيف بيكونوا، كيف بنرسمهم في الاي ار دياجرام. هاي الانتيتي تايب في ريكتانجل، وي هاف ذيس لاينز، وفي عندي هنا ايش اللي هم الاتريبيوتس، البيرث ديت والنيم والادرس والسالري اند سو. اوكي طيب، مين معطيني اكزامبل عن اذر انتيتي تايب؟ عندي الديبارتمنت، في عندي فور اكزامبل ايش البروجكت كمان، البروجكت، فيري نايس. طيب ريليشن شيب، مين بيحكي لي وات ورك ريليشن فور شيب وي هاف؟ مانجرز، وركس فور، ورك وركس فور مانجز، هذول ايش؟ عباره عن ريليشن شيب بين الامبلوي والديبارتمنت. لاحظ انه الاتريبيوت مش بس اللي هو في عندي اللي هون الاتريبيوت والديسكريبتيف للانتيتي تايب، في عندنا نفس اللي هي الريليشن شيب بيكون في لها احيانا سميناها الايدنتيفاينج. ها ولاحظ انه الكلمات مهمه، يعني ايدنتيفاينج اتريبيوت، يعني الـ identify attribute للـ relationship manager اللي هو الـ start date. اوكي هذه احيانا بيكون ما في لها ايش attributes relationship، احيانا بيكون في لها attributes and so on. For example, it works on employee works on projects. اوكي طب how many hours؟ معناته كل employee بيشتغل في البروجكت لازم يكون فيها يسجل، we will keep track how many hours he is working on this. الان ايش الاشياء اللي مش ما اللي يعني مش لحد الان يعني ما اخذناهاش او مش مر علينا؟ الان هي الارقام هذه 1 to 1 1 star 101 and these things. الان هاي الاشياء اللي راح نشرحها في محاضره اليوم، بالاضافه الى شيء اسمه اللي هو الديجري اوف ا ريليشن شيب. الديجري اوف ريليشن شيب طبعا اللي هي بتحدد انه ريليشن شيب بتوين هاو ماني انتيتي تايب. يعني فور اكزامبل لما نحكي انه اللي هو اللي هو الوركس اون بروجكت، الامبلوي وركس اون بروجكت، فالان كيف ممكن انك تحدد هذه اللي او ايش ممكن نحكي عن هذه الريليشن شيب؟ امبلوي انتيتي تايب وركس فور او وركس اون اللي هي الريليشن شيب، بروجكت اللي هو ايش انتيتي تايب. ففي لاحظ انه الريليشن شيب جاي بين ايش تو انتيتي تايبس، فايش الديجري تبعتها بتكون باينري. اوكي بالضبط زي الاوبريتورز في البروجرامينج لانجويج، في عندي يونري اوبريتورز، في عندي باينري اوبريتورز، هون في نفس الشيء. في ريليشن شيب عندي اللي هو بنبلش في اليونري، اليونري ريليشن شيب. ايش المقصود في اليونري ريليشن شيب؟ الريليشن شيبس اعطيناها تسميه سابقه اللي سميناها ريكيرسيف ريليشن شيب، ما لها علاقه في ريكيرسيف فانكشنز، بس كل ما هنالك انه هذه الريليشن شيب بتكون بين الانتيتي اند اتسلف، يعني بتكون بين الانتيتي ونفسها، بين الانتيتي تايب اند اتسلف، فبنسميها ايش؟ ريكيرسيف ريليشن شيب. يعني ما بتكون بتوين تو انتيتي تايب، بتكون بين الانتيتي اند اتسلف. ومرت علينا سابقا، في حد منذكرها او ذكرنا فيها؟ اوكي given this picture, given this scenario، في عندك هون ايش؟ هذول كلهم امبلويز، هذول كلهم امبلويز في جامعه البقاء التطبيقيه اور وات ايفر اور في كمباني وير ايفر ذي ار. هذا امبلوي وهذا امبلوي وهذا امبلوي وهذا امبلوي وهذا امبلوي. اذا الانتيتي تايب اللي بيجمع كل هذول الاوبجكتس الموجودين في البكتشر ايش هم؟ اللي هي الامبلوي انتيتي تايب، يس؟ بس حقيقه الامبلوي في ريليشن بين، في بعض الامبلويز ممكن يكونوا ايش؟ سوبرفايزر. ايش يعني سوبرفايزر؟ طبعا السوبرفايزر يختلف عن المانجر. سوبرفايزر طبعا ما بيكون هو مانجر، هو مسؤول مباشر.
يس مسؤول مباشر او بيكون مشرف هو إيه؟ بيكون يعني خلينا نحكي مشرف تيم ليدر، يعني هو بيكون التيم ليدر، يعني مجموعه من الاشخاص هو بيكون ايش مسؤول عن شغلهم امام المانجر، فبنسميه سوبرفايزر. فور اكزامبل الستودنتس، فور اكزامبل انتو، يعني كل واحد فيكم يعني له 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 سوبرفايزر دكتور، يعني مسؤول عنه، مسؤول عن الخطط تبعاته والمواد اللي لازم تستشيره لما تنزل المواد وشو هيك، هذا ايش بنسميه سوبرفايزر. الان الامبلويي كلهم امبلويز، وفي منهم سوبرفايزر وفي منهم سوبرفايزد، يعني ايش بيكونوا تحت ايش تحت اشراف هذا الامبلويي. بس اذا في عندي ريليشن اسمها ايش سوبرفايز، فاذا السوبرفايز هذه بتكون بين مين ومين، ايش الانتيتيز بين الامبلويي والامبلويي، يعني هذول كلهم امبلويي انتيتيز. وتذكر الفرق بين الانتيتي تايب اللي هي امبلويي والانتيتي سيت او الانتيتي نفسها اللي هي الانستانسز اللي هم الاشخاص اللي بيكونوا امبلويز. فاذا حقيقه هاي ريليشن شيب سوبرفايز بتكون بين اللي هي الانتيتي سيت هذولا مع بعضهم البعض اللي كلهم ايش امبلويي انتيتي تايب، فكلهم belongs للامبلويي انتيتي تايب، عشان هيك بنسميها ايش السوبرفايز بنسميها ريكيرسيف انتيتي. ليش؟ لانها اصلا هي بين الامبلويي انتيتي تايب والامبلويي اتسلف. طيب لو حكيت لك ارسم لي الاي ار دياجرام لهذه السيناريو او لهذا البكتشر، راح تطلع معك بالطريقه هذه، انه هو الامبلويي انتيتي تايب، طبعا هذول اللي احنا شايفينهم هذول انستانسز او انتيتي سيت سميناهم، الامبلويي انتيتي تايب في اللي هي داخل في الاي ار دياجرام، سوبرفايز مين برضه امبلويي. فاذا ليش بتكون اللي هي ريليشن شيب بين الانتيتي تايب اند اتسلف، فالامبلويي يا بيكون سوبرفايزر يا بيكون سوبرفايزي. اوكي فاذا الامبلويي سوبرفايز انذر اور اذر امبلويز. اوكي لان هذه ايش بنسميها يونري ريليشن شيب. طبعا اليونري ريليشن شيب في لها تسميه اخرى اللي سميناها ايش ريكيرسيف ريليشن شيب. اوكي واضحه للجميع. لاحظ انه الريليشن شيب بتكون بتوين الانستانسز، بس في الاي ار ايش بنرسمها احنا بنعبر عنها بين الانتيتي تايب وبالطريقه هذه، يعني برسمي ايش فورمال اور كونسبتشوال، بينما هي حقيقه بتكون بتوين اللي هي الانتيتي سيتس اور انستانسز. اوكي طيب ايش النوع الثاني؟ طلع هذه البيكتشر عندك الامبلويي وفي عندك الديبارتمنت، اذا صار في عندي هنا ايش تو ديفرنت انتيتي تايبس، في عندي الامبلويي انتيتي تايب اللي هو الانستانس فيها هذا اللي هو احمد فور اكزامبل، وفي علي وفي انذر خلينا نسميهم انتيتي سيت، وفي عندي ديبارتمنت. طبعا ديبارتمنت فيها الوت اوف انستانسز، يعني في عندك الاي تي ديبارتمنت، في عندك فور اكزامبل ريسيرش ديبارتمنت، الادمنستريشن ديبارتمنت، الريجستريشن ديبارتمنت، هذول كلهم بنسميهم ايش انستانسز او الانتيتي سيت تبعت الديبارتمنت. بس حقيقة we have two entity types الامبلويي والديبارتمنت، ايش العلاقة بينهم؟ طبعا لو جينا ايش العلاقة مش بين الانتيتي تايب، حقيقة هي بين السيتس، يعني بين الانستانسز، يعني الامبلويي بيشتغل فيها في واحدة من الديبارتمنت اللي تابعين ايش للديبارتمنت انتيتي تايب. فهذا احمد فور اكزامبل بيشتغل في الاي تي ديبارتمنت او بعرفش ايش اسم الديبارتمنت، فاذا ايش صار في عندي ريليشن شيب بين ايش اللي هو الامبلويي وبين الديبارتمنت انتيتي تايب. كيف بنعبر عنها؟ اللي هي الامبلويي وركس فور ا ديبارتمنت. اوكي طبعا ايش هاي نسميها الديجري تبعتها، ايش الديجري تبعتها؟ باينري. ليش باينري؟ لانه اصلا هي جايه بين ايش بين تو انتيتي تايب. اوكي فالامور ايش اللي هو تو بارتيسيبيتنج انتيتيز، يعني في عندي ايش مش معناته انه بس two participating entities، يعني انه اشخاص اثنين بس اللي هم موجودين، او انه بين شخص وشخص فقط، المقصود فيها بين entity type و entity type، يعني هون راح تلاقي a lot of employees working for a lot of departments and so. okay طيب فاذا هاي الباينري. طب الترنري منطقيا ايش راح تكون؟ راح يكون متلاصقه مع ثلاث شغلات exactly 3 entities صح؟ yes راح تكون 3 entity types، يعني راح تكون يعني 3 entity types. يمكن الرسمة مش واضحة كتير، اللي هي for example البارت، بس ممكن نفهم الترنري بتكون ايش ال entity types 3 entity types وبينهم ايش relationship، فبصير اسمها ترنري. فإذا for example عندي هون ايش
سبلاير هاي انتيتي، والبارت اللي بيعمل سبلاينج البارت عباره عن انذر انتيتي تايب، والبروجكت اللي هو عباره عن انتيتي تايب، وفي عند الريليشن اللي اسمها سبلاي. فسبلاي هاي بين جاي بين ايش؟ انتيتي تايب. طبعا الرسم هناك تبعتها مش واضحه، فلو بدنا نرسمها بنحط هاي في ريكتانجل، وبنحط هذه في ريكتانجل، وبنحط هذه في ريكتانجل، وبنحط السبلاي ايش اللي هي ريليشن شيب بينهم الثلاثه. اوكي، اذا هذه بنسميها تيرنالي ريليشن. بمعنى اخر انه ريليشن شيب ممكن تكون بين اي عدد من اللي هو الانتيتي تايبس. فور اكزامبل دكتور بريسكرايب drug to the patient. اوكي، الدكتور انتيتي تايب، له اسم وله سبيشاليتي وله موقع وله مستشفى هوسبيتال بيشتغل فيها. الدراج نفس الشيء، فيه له سعر وفيه له برايس وفيه له نيم وفيه له اسم علمي ساينتفك نيم اند سو. والبيشنت كمان عباره عن انتيتي تايب. عندي هون 3 انتيتي تايب. اذا ايش الديجري؟ واز ذا ديجري اوف ذس ريليشن شيب اللي هي بريسكرايب. الديجري اللي هي 1 2 3 اللي هي 3، او بنسميها ايش؟ تيرناري، تيرناري ريليشن شيب. اوكي، الموضوع ايش بهذه السهوله. اوكي، الان اري ريليشن شيب يعني مور ذان 3، يعني ممكن يكون عندي ريليشن شيب بين 4 بين 5، بس هذا الحكي ايش نادرا ما يكون طبعا في الاير ديجرام لانه بسبب تعقيدات. عشان هيك يعني ممكن يكون اي عدد من ريليشن شيب تكون بين اي عدد من الانتيتي تايب. اوكي، فبنسميها الان اري. ففي عندنا يوناري، في عندنا باينري، في عندنا تيرناري، في عندنا تيرناري، في عندنا فور اري، فايف اري، وات ايفر. طبعا العدد هو الديجري بيحددها عدد، مش الريليشنز اللي هي عدد الانتيتي تايبس. اوكي، اوكي، اني كويستشنز على الديجري اوف ريليشن شيبس؟ اوكي، عرفنا الديجري تبعت ريليشن شيب. الان بدنا نيجي على اللي هو ايش اسمه الارقام اللي شفناها او النمبرز اللي شفناها في الاي ار دايجرام قبل شوي، اللي بنسميها الكاردينالتي ريشيو. الكاردينالتي عدد الانتيتيز والديجري. اوكي، لاحظ، شوف احنا يعني لازم تكون حذر في كلماتك. هي مش النمبر اوف انتيتيز، في فرق بين الانتيتي وفي فرق بين اللي هم ايش الانتيتي تايب. الانتيتي بتكون ايش؟ انستانس من الانتيتي تايب. فانت تصحيح للجمله اللي حكيتها هي النمبر اوف انتيتي تايبس اللي ايش بدخلوا في ريليشن شيب مع بعض، في وان ريليشن شيب مع بعض. يعني عدد عناصر ال شو اسمه الكونسبتشوال، او عدد عناصر يعني مثلا امبلويز لها عناصر، هذول هم النمبر اوف انتيتي تايب. طلع هاي فور اكزامبل، هاي الايه هاي انتيتي تايب، والبي هاي انتيتي تايب، هذول بنسميهم الاي 1 والاي 2 والاي 3 والاي، هذول بنسميهم ايش؟ انتيتيز او انستانسز او الانتيتي سيت تبعون الـ A. يعني لو كانت هاي الـ A employee، الـ A1 ايش راح يكون؟ الموظف اللي اسمه احمد، والـ A2 الموظف اللي اسمه محمد، الـ A3 الموظف اللي اسمه علي. هاي بنسموه entities. بس الـ A نفسها الـ employee ايش بنسميها؟ الـ entity type. اوكي، الـ B هذه entity type، هذول ايش بنسميهم كلهم؟ الـ entity set او الـ entities. هل هذا مهم جدا انك تفرق؟ يعني الانتيتي تايب بيكون هو الريكتانجل، يعني هو النوع، هو الريكتانجل الموجود في الاي ار ديجرام. اذا تكون حذر يعني في استخدام كلمه الانتيتي، وتفرق بين الانتيتي والانتيتي تايب والانتيتي سيت والانستانسز. اوكي، طيب تمام. الان طيب عيد صيغ الكلمه او سؤالك او الكومنت تبعك مره ثانيه بليز. شو كنت بدك تحكي؟ هلا احنا مش اخذنا مثلا هي زي الامبلويز Yes. تمام، إلها أي تفرعات، هذول هم الانتيتي تايب. لا مش نو 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 نو، هاي مثلا دكتور، هذا انتيتي تايب اسمه دكتور. تمام، دراج انتيتي تايب اسمه داخل الاي ار ديجرام نستخدم ايش؟ انتيتي تايب. الان الانتيتي تايب داخل الداتابيز بصير في تحته ايش اللي هم ريكوردز للدكتور احمد وعلي الست، نسميهم ايش؟ الانتيتيز تبعون اللي هو الدكتور. اوكي، الدكتور في الاي ار اسمه الانتيتي تايب. التفرعات يس اللي حكيتها انت، بس هي مش تفرعات، هي ايش؟ هي خلينا نحكي الممبرز تبعون الدكتور، او الست
الداتا سيت تبعت ايش الدكتور نسميهم ايش الانتيتيز او الانستانسز. هدول عددهم هو الديجري؟ لا مش عددهم الديجري، لانه عددهم ممكن يكون اثنين ممكن يكون ثلاثة ممكن يكون اربعة. لا الديجري اللي هو بنيجي على ريليشن شيب، الديجري متعلقة في ريليشن شيب، هاي ريليشن شيب اللي هي داخل ايش الدايموند زي ما حكينا بهذا الشكل. طبعا اذا كانت بين تو انتيتي تايبس بين الدكتور والبيشنت صارت باينري، إذا صارت بين ثلاثة بين الدكتور والدراج والبيشنت زي ما هو السيتويشن الآن، فصارت كم الديجري تبعتها؟ ثلاثية، يعني بين ثلاثة انتيتي تايبس ثلاث ريكتانجل. إذا هذول ايش بنسميها؟ تيرنالي ريليشن شيب. اوكي تيرنالي لأنها جاية بين ثري، فالتيرنالي يعني ثلاثي باللاتيني أو وات ايفر لانجويج. اوكي دكتور. يس دكتور، مش التفرعات كنا نسميها اتريبيوتس لما نحطها بأوفل؟ ما جمعنا مثال يكون في تفرع بريكتانجل كمان نسميه انتيتي. اوكي التفرعات برجع مره ثانيه، انا بلشت لكم في ايش في الرسمه هذه اللي هي هون. طبعا هذه الرسمه اللي هي ايش بتلخص لنا كل الاشياء عشان تفهموا الصوره العامه، عشان يعني ما تخربطوش في الاشياء اللي قاعدين نحكي فيها. شوف كيف الـ ER diagram بيشتغل. في عندك هذه ايش بنسميها الـ employee entity type. الـ entity type بتكون مكونة consist، طبعا في الـ entity type لسه ما بنحكي عن الـ set، بنحكي المكونة من attributes اللي هم في الـ oval زيهم، شايف نطلع نحطهم زي هيك. هذول مش entity set، هذول attributes اسمهم. الآن الـ employee entity type هذول attributes. الآن هذا الـ employee بيشتغل في ديبارتمنت، works for department. فإذا هذه هي صارت relationship between employee والديبارتمنت. الآن works for هي relationship binary. ليش binary relationship؟ لأنها هي جاية بين employee والديبارتمنت entity types. أوكي الآن الاتريبيوت مالوش علاقة في الموضوع، الاتريبيوت اللي هو بيوصف الامبلويي. الامبلويي مكون من إيش؟ اللي هو descriptive، من السوشيال سيكيورتي نمبر ومن البيرث ديت وبين النيم والسالري. اذا لما نحكي عن الانتيتي سيت نحكي عن الانتيتي تايب. الان انتيتي تايب انتيتي تايب انتيتي تايب. طيب الانتيتي سيت امتى بنحكي عنها؟ لما نبلش نعمل انسرت في الداتابيز. اوكي فلما نبلش نعمل انسرت في الداتا في الداتابيز بنيجي بدنا نعمل انسرت لامبلويي. فالامبلويي الاول ايش بيكون السوشيال سيكيورتي نمبر تبعه؟ 111. ايش يكون البيرث ديت تبعته؟ 1/6/1929. ايش النيم تبعه بيكون؟ احمد. ايش الادرس عند السالري؟ اذا هذا اول ايش اول انستانس. الانستانس الثانيه بيكون علي، ونعطي قيم لكل هاي الاشياء من نفس الدومين تبعهم. وبرديجي ايش حسين، هذول كلهم احمد وعلي وحسين هذول صاروا ايش اسمهم انتيتي سيت، مكونين من اتريبيوتس بس مش من اتريبيوتس، مكونين من فاليوز قيم لهاي الاتريبيوت. اوكي ففي الكونسبتوال موديل احنا ما بنحكي عن اللي هم اللي ايش موجود داخل الامبلوي، بنحكي عن المواصفات العامه للامبلوي اللي هي الاتريبيوتس، وبنحكي عن الجنرال ريليشن شيبس لهذول الانتيتي تايبس مع بعضهم البعض. فاحنا الموضوعنا اللي هو الديجري، هاي الديجري باينري لان جاي بين اثنين. هاي الديجري تبعت الريليشن شيب مانيز باينري انا جاي بين ايش تو ريكتانجل. لان ريكيرسيف مين بيعطيني اكزامبل على ريكيرسيف؟ هاي ريكيرسيف اللي هي بين الانتيتي تايب واتسلف، يعني تلاقي في امبلوي راح يكون في ايش سوبرفايزر لمجموعه من الامبلويز. اذا هاي الفكره العامه تبعت الموضوع. كيف تربطوش الامور؟ يعني دائما نرجع على اللي هو الصوره الكامله طالع منها مش انتيتيز، طالع منها اللي هو كونسبتشوال صح؟ يس احنا الكونسبتوال احنا بنحكي لسه عن كونسبتوال، لسه ما دخلنا في الانستانسز، بس احنا قاعدين بنحدد ريليشن شيبس بناء على ايش؟ على اللي هي على ال على الانستانسز اللي موجودين داخل اللي هي الانتيتي تايب. اوكي طيب فاذا اوكي وين وصلنا؟ اللي هو هاي فور اكزامبل. طبعا احنا يعني ليش تخبطوا؟ لانه فور اكزامبل الرسمه هذه احنا مش رسميا مضبوط، هاي لازم تكون عباره عن ريكتانجل، هذا لازم يكون ريكتانجل، هذه ريكتانجل، وهنا السبلاي ريليشن شيب بينهم الثلاثه اللي هي دايموند. اوكي هنا فور اكزامبل الدكتور بريسكرايب بيشنت دراج. طبعا
يعني انت مثلا سالت طب الاتريبيوت، انا حقيقه هنا لازم نحط اتريبيوت، بس انا مش حاطهم. ليش مش حاطهم؟ يعني انا ما بدي اضل كل مره احط يعني، بس احنا بدنا ناكد حقيقه واحده هنا، انه الترنري ريليشن شيب بتوين ثري انتيتي تايبس. بس اذا بدك ترسم الاي ار دياجرام كاملا، طبعا لازم تحط الاتريبيوت للدكتور والاتريبيوت للدراج والاتريبيوت للبيشنت، وبتعمل اي ار بهي الشكل بهذا الشكل. بس انا بما انه يعني هي فقط يعني انك يعني انك تفهم انه ريليشن شيب بتكون بين يا اما نفس الانتيتي تايب ونفسها بنسميها ريكيرسيف او يونري، او بين تو ريليشن تو انتيتي تايبس بنسميها باينري، او بين ثري انتيتي تايبس اللي بتصير ايش اسمها ترنري. اوكي طيب الان طبعا هاي الموضوع راح تفهمونه، راح يكون فيه هوم وورك انك تعمل انت باي يور سيلف اي ار دايجرام ديبندنت على ريكويرمنتس معينه. خلينا بس ناخذ اللي هم البيسز او اليونتس تبعت الاي ار دايجرام. كل شيء كل سيمبل في الاي ار دايجرام بدنا ناخذها ونفهمها على اساس احنا ايش نفهم الصوره كامله. فاحنا لسه ايش احنا لسه في الكونسبتشوال موديل وفي الاي ار دايجرام. الاي ار دايجرام اللي شفناه قبل شوي كان في عندي ارقام نمبرز. ايش هم هذول الارقام النمبرز اللي هو راح نحكي عنهم الان، اللي هم ايش اللي هم النمبر اوف انتيتيز. ايش يعني انتيتيز؟ مره ثانيه باكد الانتيتي ايش علاقتها في الانتيتي تايب. الانتيتي هي خلينا نحكي الانستانسز تبعت الانتيتي تايب. هم احمد وعلي يعني دكتور لما نحكي امبلوي في له تفرعات، تفرعات هاي الانتيتي انتيتيز، بينما الامبلوي هو الانتيتي تايب. يس احسن، بس التفرعات زميلك بفهمها هنا الاتريبيوت يعني فهي مش تفرعات، خلينا نسميها انتيتيز خلص وانتهى الموضوع، اللي هم يعني التابعين للامبلوي. اوكي طيب، فاذا كيف بدنا نحدد اللي هو الكاردينالتي ريشيو اوف ا باينري ريليشن شيب؟ ايش الكاردينالتي ريشيو؟ اللي هو البارتيسيبيشن اوف هاو ماني انتيتيز او انستانسز او كم امبلوي فور اكزامبل إله علاقة مع كم ديبارتمنت. هذا بنسميها إيش اللي هي الكاردينالتي ريشيو. فمابينج الكاردينالتيز أو بنسميها الكاردينالتي ريشيو اللي هي number of entities. يعني ما نحكي عن entities يعني إيش يعني اللي هم اللي المجموعة المكون منها employee entity type والمجموعة المكون منها department. طبعا department ممكن تكون زي ما حكينا إيش هي المجموعة تبعتها والentities تبعونها. Again, IT, research department, accounting department. هذول كلهم إيش instances أو entities من اللي هي department entity type. طيب إحنا فإذا the number of entities to which another entity can be associated via a relationship set اللي هو the maximum participation اللي هو بسميه the cardinality ratio. يعني إيش العلاقة بين اللي هم the entities مع بعضهم البعض من one relation من one entity type to another entity type من خلال relationship معينة. في عندي for example four types of cardinality. في عندي one to one، في عندي one to many اللي هي الآن هذه نحكيها many، في عندي many to one، وفي عندي many to many. يعني في relationship بين two entity types ممكن يكون كل entity إلها علاقة مع one entity فقط من الإيش من ال entity type الثاني. ممكن تكون ال entity في ال entity type الأولى إلها more than relation more than entity في relation الثاني، فبصير one to many. okay خلينا نأخذ أول واحدة اللي هي عشان نفهم تفصيل اللي هي one to one. إيش المقصود في one to one؟ طبعا لما نحكي عن cardinality ratio هاي بتكون دائما ايش related مع relationship، يعني worked for worked for اللي هو employee worked for department، employee worked on project. فالworked on هل هي one to many؟ هل إذن relationship بيكون في لها ايش cardinality ratio. فالcardinality ratio لمين بتكون؟ للrelationships only. okay طيب خلينا نشوف ايش ال one to one relationship cardinality ratio. for example إذا كان في عندي هنا ايش A has a relation مع B. okay طب ايش هما الانتيتيز تبعون ال A؟ زي ما حكى زميلكم اللي هم التفرعات تبعون ال A اللي هي ال A1 وال A2 وال A3 وال A4. ايش التفرعات
تبعت البي او الانتيتيز تبعت البي اللي هي بي 1 بي 2 بي 3. الان في حاله ال 1 تو 1 ريليشن شيب طبعا هذا كونسترينت قيد كونديشن انه مسموح انه الانتيتي يكون لها علاقه مع 0 اور 1 انتيتي من بي فقط. فالاي 1 هنا زي ما احنا شايفين لها علاقه مع مين؟ مع بي 1 فقط. والاي 2 لها علاقه مع بي 2 من البي فقط. والاي 3 ما لهاش علاقه ولا مع اي واحد فيهم، بصير ما في مشكله. يا بتكون في لك علاقه لها علاقه مع 1 اند اونلي 1 اور ايش ما فيش 0 ما في لها ايش علاقه مع اي واحد في البي. الان العكس نفس الشيء، لو جينا على الانتيتي ست الثانيه البي 1 مسموح لها تكون لها علاقه مع فقط واحده من اللي هي الانتيتي تبعت الريليشن تبعت الانتيتي تايب A او الانتيتي A A1 B1 بس مع A1 مش B1 مش مع اكثر من من مع A2 then B1 مع A1 فقط B2 with A2 only. فهذا من الجهتين ال A1 only with one entity من B وال B1 with one entity من ال A. ال B2 نفس الشيء من from this side to this side from this side to this side one to one only. فإذا إيش نسميها هذه ريليشن شيب؟ نسميها 1 to 1. بمعنى آخر إنه مسموح ل 1 entity من A يكون لها علاقة مع only 1 entity from B، ومسموح ل 1 entity from B1 يكون لها علاقة مع only 1 entity from A. طبعا هذا لا يعني انه هون فور اكزامبل البي 4 فيش لها ريليشن نهائيا مع اي وحده من الانتيتي سيت تبعت الاي في اللحظه هذه، ما في مشكله ستيل ايش 1 تو 1. احنا بنحكي عن الماكسيمم، فاذا هنا سبيسيفايز الماكسيمم بارتيسيبيشن مش المينيمم. المينيمم يكون زيرو ما فيش علاقه بين اي 3 ولا اي شيء مع البي 1، بينما هنا البي 4 ما لهاش علاقه ولا مع اي وحده مع الاي 1. بس ايش الماكسيمم؟ الماكسيمم 1. اذا اي 1 لها علاقه مع البي 1 في البي، فاذا راح تكون ايش ما لها علاقه مع اي وحده ثانيه. فاذا في الحاله هذه ايش سيتويشن بيكون 1 تو 1. طيب خلينا نشرحها ايش على ارض الواقع، او خلينا نشرحها بالطريقه ايش اللي هي ايش معناتها هذا الحكي. الحكي انه فور اكزامبل اللي هي عندي هنا طبعا الديبارتمنت. الديبارتمنت طبعا ايش، شو رايكم مين اللي كان يحكي معي قبل شويه اللي هي ديبارتمنت، هل هي انت تايب ولا انتيتي؟ Entity type. Entity type. The personal department هو عبارة عن entity أو instance. The IT department عبارة عن entity أو instance. Okay. طيب في عندي هنا حسام وفي عندي إيش عبد. حسام وعبد هذول إيش مالهم؟ حسام وعبد هذول employees. يعني تابعين لمين؟ مش هذول entity من مين؟ من employee حسام. وعبد entity من مين؟ من employee. الآن إيش العلاقة اللي بينهم وبين بين الامبلوي والديبارتمنت؟ اللي هي علاقة فور اكزامبل اللي هي المانج. يس. فإذا المانج راح تلاقي كم مانجر للبيرسونال ديبارتمنت؟ وان مانجر اللي هو عبد. يس. طب عبد مانجر لكم ديبارتمنت مسموح له؟ لوان ديبارتمنت اللي هي إيش هي الديبارتمنت اللي عندي هنا اللي هو العبد اللي هو عبد المانجر تبعها؟ personal department. هل مسموح له يكون عبد مانجر البيرسونال ديبارتمنت والاي تي ات ذا سيم تايم؟ نو. لا. طيب هل مسموح انه البيرسونال ديبارتمنت يكون في لها عبد وحسام الاثنين يكونوا مانجرز لها؟ لا. فاذا هنا في الحاله هذه ايش بنسميها ريليشن شيب بتوين الامبلوي مانج ديبارتمنت؟ بنحكي عنها ايش؟ 1 to 1. لاحظ انه في الامبلويي ممكن يكون في عندي ناس مش مانجرز، يعني ما مش مانجر ولا اي ديبارتمنت، واحنا بناخذ الماكسيمم. اوكي الماكسيمم 1، المينيمم 0 ما في عندنا مشكله. اوكي فاذا الديبارتمنت هاز ا مانجر او الامبلويي مانج ا ديبارتمنت. من الجهه هذه يعني احنا ماخذينها فروم تو سايدز، يعني من الجهه هذه الامبلويي اللي هو هذا حسام فور اكزامبل مانج ا ديبارتمنت، اونلي حسام مانج اونلي اللي هي one department. اوكي طيب ال department has only one manager، فاذا ايش الريليشن بتكون ايش؟ 1
to 1. فاذا ايش بنكتب الان في ريليشن هون؟ لو جينا على الار ديجرام الامبلوي مانج ديبارتمنت، طب شو بدنا نكتب هنا في هذا السايد؟ في هذا السايد ما بنكتب طبعا المينيم والماكس، بس هذه ايش ريليشن شيب؟ بحكي لي مين بحكي لي شو ريليشن شيب الان عندي هنا؟ الريليشن شيب بتكون 1 to 1 انه في شخص هو المانجر على الديبارتمنت وعلى الامبلوي. يس، لانه مش مسموح الا 1 امبلوي يكون مانجر لها ل 1 ديبارتمنت، مش مسموح يكون امبلوي مانج لاكثر من ديبارتمنت. الديبارتمنت مسموح يكون ايش؟ 1 مانجر فقط لا غير. فاذا هذه ايش؟ 1 تو 1. ايش بنسميها؟ 1 تو 1 ريليشن شيب. واضحه الفكره؟ هذا الاي ار دياجرام، هذا اللي احنا بنلزمنا، هذا اللي لازم ايش يكون موجود عندي في الاي ار دياجرام. هذا السيناريو، هاي البيكتشر، يعني هذا اللي راح انت تشوفه يعني وتدرسه او في ريكويرمنتس، وهيك راح تعبر عنه في الاي ار دياجرام اللي هي 1. ممكن تحط هنا رقم 1 وتحط هنا رقم 1، اوكي؟ فهي 1 to 1. طيب هذه ال 1 to 1 طبعا بعد شوي راح ناخذ اللي هي الميني ماكس. يعني ايش الميني ماكس؟ يعني هنا المينيمم راح يكون 0 والماكس راح يكون 1، وهنا المينيمم راح يكون 0 والماكس راح يكون 1، اوكي؟ ففي عندك اكثر من طريقه للتعبير عن هذا اللي نحكي فيه، واحده منهم اللي هي ايش؟ اللي هي الطريقه هذه اللي هي 1 to 1. طيب لان 1 to many من بناء على ال 1 to 1 مين بيحكي لي ال 1 to many كيف راح تكون 1 to many اللي هي يعني كيف بنعبر عنها 1 to many؟ يعني راح تكون من شخص لاكثر من اشخاص، من entity to more than entities. yes، بس طلع more to one more than one entity from one side. يعني هنا for example ما بصير يكون في عندي money. يعني هون الـ A1 ممكن تعمل ريليشن مع الـ B1 ومع الـ B2 ومع الـ B3، بس الـ B1 مسموح لها تعمل ريليشن فقط مع الـ A1، مش مسموح لها تعمل إيش؟ مع أكثر من واحد. عشان هيك بنسميها من الجهة هذه 1 ومن الجهة هذه إيش؟ Many. فصارت إيش؟ 1 to many. يعني الـ A1 مسموح لها تعمل ريليشن مع أكثر من Entity، بينما في الـ B الـ Entity مسموح لها تعمل ريليشن only مع 1 from A. فصارت عندي ايش الان السيتويشن؟ صار عندي اللي هو صار عندي 1 تو ماني، اوكي؟ طيب بس اللي بده يعمل الميوت بس عشان يحكي. طيب فاذا هون ال A1 فور اكزامبل، ال A1 في لها ايش؟ هاي انتيتي لها ريليشن مع B1 وB2، ال A2 لها ريليشن مع ايش؟ ال B4، ال A3 مع ال B5. ممكن يكون في عندك هون ال A4 ما لهاش علاقة ولا مع أي واحدة من هذول ولا مع أي بي، ما في مشكلة، احنا بناخذ الماكسيمم. اتذكر نحن بناخذ الماكسيمم. طيب تعال على الجهة الثانية، البي 1 بتكون لها علاقة مع الاي 1 فقط، والبي 2 لها علاقة مع الاي 1 فقط، البي 3 ما لهاش علاقة ولا مع أي واحدة، البي 4 مع الاي 2 فقط. فإذا ايش الماكسيمم من بي لاي 1؟ 1. الماكسيمم من اي لبي ماني، يعني الاي 1 ممكن تعمل أكثر من ريليشن مع أكثر من كثير من البي، عشان نسميها 1 to many. اوكي واضحه؟ طيب خلينا نشوف السيناريو. هاي سيناريو لها فور اكزامبل، عندي هنا ايش؟ الديبارتمنت كنترولز ماني بروجكتس او كنترولز بروجكتس. فاذا ايش في عندي هنا؟ كم انتيتي في عندي؟ الانتيتي تايب ديبارتمنت، في عندي الانتيتي تايب اللي هي ايش؟ البروجكت. وفي عندي ريليشن هنا، ايش الريليشن؟ دائما الريليشن بتكون اللي هي الفيرب اللي هي الكنترولز. يس كنترول، لاحظ انه احنا بناخذها من الجهتين، يعني الديبارتمنت كنترولز بروجكت، والبروجكت خلينا نحكي از كنترولد باي ا ديبارتمنت. فاحنا بناخذها من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين، بدك تعبر عنها عن الجهتين عشان تعرف انها 1 تو ماني ولا ماني تو ماني اور وات ايفر. اوكي طيب الديبارتمنت كنترولز ماني بروجكت، فمعناته ايش؟ كل ديبارتمنت مسموح لها تعمل كم بروجكت؟ الوت اوف بروجكت، يعني كل ديبارتمنت كان تكون تشتغل على اكثر من بروجكت ات ذا سيم تايم. اوكي فاذا الديبارتمنت كان هاز ا لوت اوف بروجكتس، بينما البروجكت نفسه كنترولد باي اونلي وان ديبارتمنت. يعني ممنوع انه ايش البروجكت يكون تابع لتو ديبارتمنت. فالبروجكت من ناحيه البروجكت كنترولد باي اونلي وان ديبارتمنت، بينما الديبارتمنت كنترولز ماني بروجكتس. فاذا ايش ريليشن مباشره؟ ايش بتكون عندي هنا اللي هي الـ relation cardinality ratio تبعتها ايش بتكون؟ 1 to many. 1 to many. الـ 1 من اي side الـ 1 بيكون؟
ديبارتمنت وان ديبارتمنت يعني ديبارتمنت مسموح لها ايش يعني البروجكت تكون belongs to only one department اللي هو ايش هذا اللون الازرق بينما الديبارتمنت كان has many projects اللي هو 1 2 3 انت اوكي فاذا حقيقه project controlled by only one department عشان نسميها انها one department controls many projects فصارت ايش many فايش صارت في البروجكت ديبارتمنت ايش صارت one to many اوكي طيب وين السايت تبع الوان وين السايت تبع الماني الماني للديبارتمنت والوان للبروجكت ماني بلوس طيب تعرفش الصوت واضح عندكم هسه صار واضح طيب بعرفش وين تعرض لعملية تشويش هل هي متعمدة وغير متعمدة no. طيب الآن وضحت فكرة الوان تو ماني إذن هذا السيناريو وهي إحنا المطلوب إننا نرسمه إيش في اللي هو الER diagram ونكتب الوان تو ماني ولمن ولمني تو وان شو رأيكم شو بدنا نحط هنا وان لأن البروجكت كنترولز or controlled the projects controlled by one department هون ايش بدنا نحط السايد many لانه department controls many projects فال one to many اوكي فبدك تطلعيها من جهتين project controls department department controlled by projects تحدد قديش عدد ال entities اللي لهم relation في هذا الوضع الان ال many to one هي نفس ال 1 to many بس ايش يعني قلبهم يعني فور اكزامبل نحط ديبارتمنت هون نحط بروجكت هون شو بتصير many to one فاذا ال 1 to many وال many to one هو ايش ترتيب اللي هو عباره عن ترتيب اللي هم ترتيب ال entities لا اكثر ولا اقل فدائما بتكون ال many to one او 1 to many يعني بيكون تقريبا هم نفس الشيء احنا بنعمل ريفيرس لل 1 to many بتصير ايش many to one تقدر تفكر فيهم بالترتيب اللي بدك اياه يعني اذا بترتبهم بطريقه بصيروا 1 to many اذا بترتبهم بطريقه عكسيه بصيروا ايش many to one فهم ايش تقريبا نفس الشيء طيب ناخذ اللي هي اخر واحده اللي هي many to many ونعبر عنها ايش عشان ما بدنا نكتب ان بعدين ايش نقطتين ام ان to ان عشان بنعبر عنها في ان ام ان نقطتين ام اللي هي many to many relationship اوكي طيب منطقيا كيف تكون الماني تو ماني ريليشن شيب انه ما في ريستريكشن يعني بنيجي على الاي 1 بنلاحظ انه الاي الاي الانتيتيز تبعونها الاي 1 ممكن كلها ريليشن شيب في نفس ريليشن شيب مع بي 1 ومع بي 2 ومع بي 3 ومع بي 4 نفس الشيء البي 1 ممكن يكون في لها ريليشن مع الاي 1 وفي نفس الوقت يكون لها ريليشن مع الاي 2 فصارت يعني ايش الانتيتي هذه مسموح لها تكون لها ريليشن مع اكثر من انتيتي في البي والبي مسموح لها يكون لها ريليشن مع اكثر من انتيتي من الاي فاذا صارت ايش الريليشن اسمها ماني تو ماني تو ماني اوكي طيب في سيناريو للموضوع يس في سيناريو هاي سيناريو تقريبا طبعا في عندي الامبلويز والامبلويز اتفقنا انهم بيشتغلوا على ايش على بروجكتس ايش اللي هي ريليشن شيب وركس اون مش هيك لاحظ عندي هذول كلهم امبلويز والامبلويز بيشتغلوا على بروجكت 1 وبروجكت 2 وبروجكت 3 اور وات ايفر البروجكت 1 وبروجكت 2 هذول انستانسز اور انتيتيز من البروجكت منى وجمال وحسام وسامي ومازن هذول انتيتيز من مين من الامبلوي لاحظ فور اكزامبل سامي بيشتغل في اي بروجكت سامي بيشتغل في بروجكت 2 بس ممكن سامي تعال على مازن بيشتغل حقيقه في بروجكت 1 وفي بروجكت 2 at the same time فاذا هذا ايش ماني من جهه ايش اللي هو من جهه من جهه البروجكتس لانه ايش في عندك ماني امبلوي سوري من جهه الامبلوي يعني الامبلوي ممكن يشتغل في ماني بروجكتس يعني في بروجكت 1 وفي بروجكت 2 اللي هو ايش مازن نفس الشيء تعال على بروجكت 1 بتشوف انه بيشتغل فيه مش بس ايش 1 امبلوي بيشتغل فيه منى وبيشتغل فيه جمال وبيشتغل فيه ايش ماني امبلويز فإذا الريليشن شيب حقيقة كيف بنعبر عنها فورا؟ بنعبر عنها ايش؟ طبعا كيف بنكتبها؟ طبعا اللي هي عملية انجلش يعني انه البروجكت هاز ماني امبلويز والامبلويز ورك اون ماني بروجكتس
اوكي. فاذا من الجهتين، من جهه البروجكت هاز ماني امبلويز، من جهه الامبلوي وركس اون ماني بروجكتس. فاذا ايش صارت؟ ماني تو ماني ريليشن شيب. فالامبلوي وركس اون بروجكتس، هذه ماني تو ماني ريليشن شيب، نكتبها ان نقطتين ام. اوكي. فاذا هذه ايش اللي هي اللي هم مسميهم الكاردينالتي ريشيو، الكاردينالتي ريشيو لا اللي هم the relationships، بيكونوا ايش خاصين في relationship. اوكي. اللي هي ال one to one، ال one to many، او نفس ال one to many ممكن نعملها ايش، نغير ترتيب ال entity types فبصير ايش many to one، وفي عندي ايش ال many to many. اوكي. طيب any questions so far؟ مين في عنده اي سؤال لحد هون؟ اوكي، اذا ما في اي سؤال لحد هون، next class we continue our conceptual model، وراح ناخذ more constraints، وراح ناخذ ايش اسمه اللي هو الميني ماكس نوتيشن. يعني احنا اخذنا انه ايش 1 تو ماني، ماني تو 1، بس قديش المينيمم اللي بيشتغلوا في الـ في الـ في الشركه في الكم في الديبارتمنت، كم الماكسيمم؟ فهذا راح يكون الميني ماكس نوتيشن، راح ناخذها في المحاضره القادمه ان شاء الله تعالى. اوكي okay.